الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع باب فرش حروف سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الشاطبي رحمه الله: وقل قال عن شهد وآخرها على، وقل أولم لوا ودريه والصلاة. ننتبه أيها الأحبة للرموز المستخدمة في البيت. العين رمز الحفص، الشين حمزة والكسائي، العين هنا كذلك لحفص، رمز الدل هنا لابن كثير. قرأ حفص وحمزة والكسائي وهو عن شهد قال ربي أعلم بفتح القاف وألف بعدها ولم مفتوحة على أنه فعل ماض. وروى حفص الموضع الأخير يعني في السورة الكريمة قال ربي احكم مثل الأول، وهو المقصود بقول الناظم وآخرها على يعني الموضع الأخير. وقرأ باقي القراء بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام على أنه فعل أمر. ومذاهب القراء في كلمة قال في الموضعين على النحو التالي: أولا روى حفص في الموضعين قال، ثانيا قرأ حمزة والكسائي في الموضع الأول قال، وفي الموضع الثاني قل، ثالثا باقي القراء قرأوا في الموضعين قل. قول الناظم وقل أولم لوا وداريه، الدال معلوم أنه ابن كثير، قرأ ابن كثير بحذف الواو التي بعد الهمزة في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، فيقرأ ألم يرى، وقرأ غيره بإثباتها. والحمد لله رب العالمين.